السلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير. عطيت لكم وجبت لكم في وصفه ودباره هكا بنينه على الاخر، صحيه على الاخر. اليوم باش نعملوا معانا دباره صيفيه تونسيه اما بطريقه جديده على الاخر، باش نعملوا خبز القمح الكامل اللي بنين على الاخر اللي صحي للرجيم. كان تحبوا تشوفوا الوصفه وتحبوا تشوفوا الطبق المزيان هذايا، ما عليكم كان تتابعوا الفيديو من الاول للاخر. ونقول لكم هيا بينا ونبداو ونشوفوا الوصفات المزيانين مع بعضنا من قناه ذائقه تونسيه بشاديه. نبداو ونعملوا على ربي ونبداو بوصفه خبز القمح الكامل. عنا 300 غرام سميد أرطب كامل، تلقاوه سورتو عند جزارة في البلدان الأوروبية. القمح نتاعو تبدا مارون تبدا باهية كاملة الكل. باش ناخذو عليهم لهنا 3 ملاعق فقط فرينة كاملة، تلقاوها زادة في أي مغازة. هذي هو علاش الفرينة باش تعمل لنا أكل علك هذيك. بعد باش ناخذو الخميرة، ويا حبذا تكون الخميرة نتاع المكعبات. علاش؟ خاطرك شي تعطي بنة احسن للخبز من الخميرة الفورية. هذا ما يعنيش ان الخميرة الفورية الزادة تعطي بنة وتساعد على التخمير، اما يا حبذا نعملو هذية اكثر صحي. نراهو لهنا باش نفوحو الخبز نتاعنا، الحليب والعظم باش نفوحو كان بالزيت الزيتونة البنين، باش يعطي قيمة صحية اكثر. وزادة خاطر الخبز الانتجرال رارمون في نعملوه بالعظم والحليب. لهنا باش ناخذو مقدار 3 ملاعق كبار زيت زيتونة ونحطوهم في الخبز نتاعنا باش نلذو شوية ماء ونعجنوهم. وبعد ساعة الى ربع الدنيا سخونة توا بيان سور، باش نشوفو ها العجينة هذية اللي الصورة نتاعها تحكي وحدها. باش نفوحوها مرة اخرى بزريرة، احنا في تونس نقول لهم زريرة، في بلدان اخرى فيح متاع الخبز تلقاوه مرات يتباع حتى بدو أورو. يبدا ساشي كاملة فيها ما شاء الله يمكن من 8 إلى 10 انواع. كيما تنجموا تعملوها انتوما بلا عندكم، بسباس، قلوب قراعة، قلوب الحاسيلو، اي حاجة عندكم، سينوج الحاسيلو. الناس كلها عندها شوية هكا فيح تفوح بيه الخبز متاحة. لهنا باش نقول لكم حاجة، اللي الخبز الانتجرال ولا الخبز الكامل يكون شوية سائلة. علاش؟ خاطر ما فماش اكل العلك اللي تشد وتيبس العجينة. اذاك علاش احنا باش ناخذو صحفة فيها شوية سميد ونخدمو بها. دونك نقصوهم هكا كريات صغار، شفتوها قديشها طيعة الخبزة. ولهنا باش نخليكم مع كيفاش نشكلو الخبز اللي تطلب مني برشا مرات. لهنا لا فورما ولا حتى شيء، جوست باش تدخل العجينه هكا شويه تعاود تخدمها هكا، وعن طريق السميد انها تعاود تفرمها شويه هكايا. باش ناخذوا اليوم الشكل العادي اللي نلقاوه احنا في المخابز كي يبيعوا الخبز انتجرال، هو يكون الخبز الطولي هذا الميني باجيت، ديما الاغلبيه يكون هكايا هو الخبز هذا. باش نعملو هكا الشكل الطولي، شكل اوفال على شكل كيما قلت لكم ميني باجيت. وبعديك باش نجرحو هكايا، وهذا هو الخبز. عملنا المره الاولى خبيزات ما غير فيح، وبعديك باش نضيفو له الفيح اللي تحبوه. مهم برشا ما تطيحوش الخميره نتاع الخبز. البنات تعجنو من برا وتدخل الداخل، بعد تحلها بالكدا بالكدا عن طريق السميد وتعمل لها معناها الحجم اللي تحبه انت والزينة اللي تحبها انت. Thank you.
كما شفتوا حطينا لهنا الزريرة متاعنا اللي ما شاء الله باش يضيفوا لها قيمة جمالية وقيمة غذائية خاصة المهمة. ولهنا باش نكملوا الخبيزات متاعنا ونحطوهم يخمروا لمدة تو الدنيا سخونة نص ساعة فقط. نشعلوا الفور على 200 درجة ونخليوه هكاك بعد ما يسخن الفور ونحطوا الخبيزات متاعنا نطيبوهم ونوريكم بعد الشكل النهائي. نتعديه اليوم باش نعملوا فطير صيفي تونسي اما صحي وبطريقه جديده. الوغ اليوم باش ناخذوا الخضره متاعنا نتاع الكفتاجي التونسي. الكفتاجي التونسي يتكون من البطاطا، ولهنا نقول لكم يا حبذا البطاطا في الصيف سختو وشريو اليابس، خاطر البطاطا الاخرى الطريه كيكسوا باش تقليوها ولا تحطوها في المرقه تسيل. اوكي نتعديو من البطاطا، عنا القرع الاحمر، عنا طماطم، وعنا فلفل. القرع تنجم تعوضوه بالبتنجيل ولا القرع الاخضر. بعد ما نقصو البطاطا هكا كيما تشوفوا مكعبات مكعبات، نغسلوها نحيو منها كنشاء. ولهنا باش ناخذو نقصو الخضره نتاعنا كلها مكعبات. لهنا وريتكم المرقيز كيفاش انا نعمل، كي ما عندناش مرقيز ولا كي نحبو ناكلو حاجه صحيه خاطر المرقيز فيه برشا شحم، ناخذو شويه لحم مفروم نعملوه على شكل المرقيز الطولي ونفوحوه شويه بصل شويه ثوم شويه نعناع شائع شويه تبلو كرويه ونستعملوه. خذيت زوز بقى، نص حطيت البطاطا ونص حطيت القرع الاحمر، حطيت فوق منهم اللحم ولا الكبده ولا اي حاجه انتم تنجموا تعوضوهم، وحطيت عليهم مغير فزيت زيتونه وشويه ملح. خديت طبق الاخر لهنا الطريقه الجديده اللي عملت بها الكفتيجي في الفور بالطريقه الاعتياديه، عملتها لكم برشا عندي برشا 3 سنين، اما هذه الطريقه الجديده عملتها لكم. دونك قصيت بصلتين كعبتين طماطم وكعبتين فلفل وحطيتهم الكل مع بعضهم وسنتين ثوم وحطيت عليهم ملح وزيت زيتونه وباش نحطهم في الفور وتشوفوا بعد الشكل كيفاش باش يطلع كفتيجي بنا 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 وتصير اكل. تصوروا انتوما اكل الفيتامين نتاع الخضره كل هذيك باش تسيل وما تصدهمش النار، معناها تصوروا القيمه الغذائيه اللي باش نتحصلوا عليها. كيما تراو شفتوا كيما قلت لكم الخضره نتاعنا ثابت قعدوا لفيتامين كل فيها، يا سلام على كل حمصل سيبك الطعمه هكا على الخضره نتاعنا. البطاطا كيما تشوفوا تحمرت لي ومعناها وله هي بصراحه شيء طريه، وهذه الصوص ولا الخضره الاخرى كيفاش عملناها بطريقه جديده في الكفتيجي التونسي. جربوها البنات وخليوا لي في لي كومونتير نتاعكم. ما قعد لي كان باش نحضر الصحن هذا. هذا هو فطورنا اليوم وهذا هو الطبق اللي اقترحته عليكم اليوم، فطير صيفي بنين مختلف كيف تيجي بطريقه جديده اقترحتها عليكم، وان شاء الله تنال رضاكم. حطينا لهنا اكل التختوخ نتاع المرقه والخضره الكل نتاع كيف تيجي، هو ديجا كيف تيجي كله يتخلط في بعضه. احنا عملنا الطريقه هذيا وعملنا البطاطا وعملنا القرع وزيناه بكعبة بصل وشوية معدنوس وشوية زيتون. نرجو لخبيزاتنا الخبز القمح الكامل، الطريقة كيما تراو فيها قدامكم والشكل والطعمة ما نحكي لكمش في غيمة وما نحكي لكمش على هالفطير هذية. ان شاء الله تجربوه البنات وان شاء الله تلقاو فكرة بنينة للعشاء هكا، والناس تحب تاكل خضرة وتاكلها حاجة صحية. تصوروا قيمة الصحة اللي عملناها في الطبق هذايا، نجمو تاكلو منه. نحيو البطاطا الناس تبع في الرجيم الكيتو تاكلو، يا سلام حاجة روعة روعة. الحسيلو تحبو تنحيو اللحم وتحطو العظم، تحطو طبيق صغير تحطو فيه شوية زيت زيتونة وتحطو العظمات متاعكم وتحطو عليهم شوية فلفل أكحل وشوية ملح وفي الفور كيما العادة، وبعد تزينو بهم الصحن متاعكم. الحسيلو إن شاء الله الأفكار الكل اللي اقترحت عليكم عجبتكم ونالت رضاكم، وسختو سختو سختو جربوا وبعد خليوا لي لي كومونتير نتاعكم باش تكون حاجه بنينه حاجه راقيه حاجه مزيانه وحاجه مختلفه والطعمه ما نحكي لكمش. نرجع بكم للحاجات الصحيه، خاطر تطلب مني في اليوميات موجوده اطباق بنينه وصحيه. عودوا للفيديوهات الناس ما تفرجتش في الفيديوهات، والاخت اللي قالت لي بربي كيفاش عملت الدجاجه، ها هي الدجاجه قدامك ما حطيتهاش في الفور لا حتى شيء، ذيك طيبه بطريقه صحية زيادة وبطريقة سريعة. نجم ترجع لها في يوميات ما نعرفش عندها جمع هذوم هذوم، لما تلكم الوصفة متاع الجمع هذا. هذا الخبز الأخت قالت لي أعمله وحده، نفس الخطوات اللي عملتها بالخبز انتجرال تعمل بها السميد العادي ويجيك نفسه في البنة هذية. إن شاء الله ديما البنات حتى كي يبدأ وفما يوميات، والناس اللي تبع كان على الطبخ
تركزوا في الطبخات تلقاوهم نعمل فيهم بطريقة صحية بطريقة مختلفة بطريقة سريعة، وإن شاء الله يكونوا نالوا رضاكم.